احتضنت دار الثقافة بولاية تيارت لقاء منصة ويكستيج العالمية بمبادرة أطلقها مجموعة من شباب الولاية المتطوع تحت شعار النهوض بعد الفشل. استمتعنا كان كيفاش توقف بعد ما تفشل، كيف حتى جاتنا هذه الفكره. احنا كامل طلبه متطوعين شفنا هذا ليزيفالمون دار في ولايه منا ومنا، كان خاصنا نديرو في الولايه تاعنا. قصص كثيره سردها المشاركون وكانت مليئه بالامل والايجابيه، فكل حكى عن كيفيه فشله في احد مشاريع الحياه الى ان وجد حلا وتخطى ذلك بنجاح باهر. التجربه الشخصيه تاعي سيكو حكيت كيفاش تكون انسان ناجح اطفاسون زعما بالحاجه اللي عندك وبالعقليه نتاعك، بالامكانيات اللي عندك بالعقليه نتاعك، بنت زعما انت وحدك تقدر تنجح. الجمهور كان شبابي 100%، كان رائع، كان الحد اللي كان يفرح كان يضحك كان يجاوب ديريكت. رغم قله قصص النجاح التي نسمعها من هنا ومن هناك، يبقى الامل قائما عند هؤلاء الشباب تطلعا لغد افضل.